احتضن مدرج المعهد الفلاحي بالجلفة يوم دراسي حول التغيرات المناخية وأثرها على إعادة بعث السد الأخضر لأجل مكافحة التصحر، وهذا من تنظيم المديرية العامة للغابات وبمشاركة المنظمة العالمية للتغذية والمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية وبعض المستثمرين في المجال والفضاء الغابي، إضافة إلى ممثلي المجالس الشعبية البلدية والجمعيات البيئية، حيث كانت هنالك عدة تدخلات للمختصين في مجال إعادة بعث السد الأخضر ومكافحة التصحر، إضافة إلى بعض الأساتذة والدكاترة من جامعة الجلفة المختصين في المجال الفلاحي، ناهيك عن الاستماع لانشغالات ممثلي البلديات. اللي ناجحه بزاف وعندها مستقبل كبير. نيوما رانا عندنا ريسامون درنا اشتراك لاسوسياسيون افيك اون سوسيتي انترناسيونال اللي دايرين سبيسيالمون في لي بارفان سور لاسيت مونديال. جاو درنا معاهم اتفاقيات. اليوم نظمت حرس الغابات المستوية في الجلفة ورشة تدخل فيها هذه الورشة في إطار إحياء مشروع السد الأخضر. استفادت الولاية بهذا المشروع عن طريق اتفاقية تعاون بين الجزائر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمثل العام للغابات والمنظمة العالمية للتغذية الزراعية لافاو في إطار دراسة جدوى صياغة مقترح تمويل من طرف صندوق المناخ الأخضر عن طريق مشروع تحسين مقاومة المناخ في السهول ومناطق الغابات في السد الأخضر الجزائري. والجلفة استفادت بهذا الدراسة ليقوم بإنجازها المكتب الوطني للدراسة التنمية الريفية البنيدار. المكتب تاعنا راه يشتغل في هذا في اطار هذا المشروع تاع اعاده بعث السد الاخضر. الشغل تاعنا احنا في الدراسه خدمنا واحد الدراسه مسبقه عندها واحد في 2015 وين خرجنا لو دياغنوستيك تاع المنطقه هذه تاع السد الاخضر. الان رانا في تحيين هذه الدراسه ووضعها في إطار جديد اللي هو التغيرات المناخية. هذا الاتجاه الجديد هذا باش الهيئات تاع الحكومة الجزائرية تقدر توصل لواحد التمويل الخارجي عبر الصندوق الأخضر للمناخ، اللي كانوا طلبوا منا أنه الدراسة هذه تكون ادابتي للانشغال هذا تاع التغير المناخ من اجل تنفيذ توصيات سيد رئيس الجمهوريه في اعاده بعث السد الاخضر كمشروع لمحاربه التصحر. قمنا بوضع هيئات تنفيذيه منها الهيئه التنسيقيه الوطنيه، كذلك قمنا بتنصيب اللجنة الوطنية للسد الأخضر مؤخرا والتي تحتوي على ممثلين لسبع وزارات مهمة في محاربة التصحر.